الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الإعلاميين، السادة الحضور، أسعد الله صباحكم بكل خير ونشكركم مرة أخرى لحضوركم لتغطية مراسم توقيع عقد رعاية مع الشركة الرائدة، شركة العملاقة شركة إكسون موبيل، اللي حقيقة هذه الشراكة اللي مؤسسة الدولة لنجوم قطر تفتخر باستمراريتها مع شريك استراتيجي وشريك حصري لهذه البطولة الغالية، بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله. طبعا يمكن احنا صار لنا لمدة الآن يمكن هذه السنة الثالثة واحنا مستمرين بهذه الشراكة، وإن شاء الله أنها مستمرة لأبعد من هذا الأمر. ومثل ما أيضا تحدث ويمكن تذكرون معنا العام الأخ صالح سعد المانع، اللي حقيقة أبدأ تعاونه مع المؤسسة وأشار أن الشركة عازمة على تطوير هذه الشراكة في السنة القادمة، وفعلا لقد قالوا وفعلوا هذه السنة معنا، وأبدوا استعدادهم لتطوير فعاليات هذه البطولة. تسمح لي مساعد الفعاليات الموجودة؟ نعم، هناك فعاليات للجماهير، صراحة راح تكون فعاليات في الجماهير في كتارة، وراح تكون هناك فعاليات في نادي السد قبل انطلاق البطولة بثلاث أيام، راح تبدأ من يوم الخميس إن شاء الله حتى موعد البطولة في نادي السد. هناك فعاليات ومسابقات عبر شركائنا، سواء في اللي وقعنا معهم في سفر الخليج والمسابقات اللي موجودة للجماهير. هناك فعاليات داخل أرض الملعب أيضا قبل انطلاق هذه البطولة. القيمة الإجمالية للمكافآت راح تصير راح تكون 2 مليون. هذه القيمة الإجمالية للمكافآت، لكن مقسم نصف النهائي. نصف النهائي طبعا راح يكون في أربع سيارات كجوائز للجماهير، زائد 16 جائزة متنوعة. هذه بالنسبة الآن أدعو كل من الأخ هاني بلان والأخ صالح المانع للتوقيع على اتفاقية الشراكة وتبادل الاتفاقية. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهذه البطولة الغالية، اللي إن شاء الله بفضل التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم